مغامره تلعبها نتي ولا خليهم لك بلي كامل الوقت. واش كتقول على بالنسبه اللي فكروا فيك يعني التكريم يعني عطاوك واحد ذكروك يعني وذكروا الماضي الرياضي ديالك يعني وعرفوك يعني بالمجهود اللي قمتي به. وعندنا كانت الخير ديالهم زعما اللي فكرونا وهذا راه 4 سنين تقريبا حتى الملعب هذا كي شنقول لك كيما عندنا الزين العريش كيما كيلعبوا في هذا الواد الارض فهمتي فهمتي اللي تفكرتنا فهمتي والله يجزيها بخير والله يعاونوا نعم والامناء يعني ابناء العريش في المهجر كيرجع لهم الفضل يعني في الدوري هذا تا هما ساهموا يعني في التكريم ديالك يعني انت بالنسبه لك شنو يمكن تقول على الدور اللي كيقوموا بها ديالك الجاليه في مساهمه في الرياضه؟ شنو نقول لك هاد الجمعيه كاين تما في المهجر الجمعيه فهمتي راه ماشي جمعيه هي اللي قاموا بهذا الدور هذا وكيرجع الفضل اللي له في هاد الصبيان هادو هما اللي كيلعبوا دابا الكره وهذا هذا وما كيرانيش كيبانوا شي ناس هاد الدوري هذا هذا ويكون نعم والفتره اللي لعبتي فيها انت الفرق اللي شاركتي فيهم شنو يمكن تقول لنا انت على المسار الرياضي ديالك انت في الثمانينات لعبت مع شباب العريش ولعبت مع واحد الفريق في طنجه. وشكون هو الفريق اللي في طنجه؟ يعني في الثمانينات كان البنك الشعبي كان نهضه طنجه كان هادو هما الفرق اللي كانوا بارزه وكان حتى عالم طنجه وكانوا شنو الفرق اللي شاركتي فيهم؟ نعم ماشي تشر من ديبان ولا شي يعني كان المهم دابا نرجعوا معك الذاكره هذه يعني بالنسبه لك انت بالنسبه لنا حنا فحال الدوريات اللي كيديروا هاد الناس ديال المهجر كيمنوا كنوجدوا لاعبين فهمتي بحال هيدا بحال دابا حنا مثلا كنا قديم كنتو شبل الرؤساء ديالو هذا هاو ديال الناس ديال الملعب بحال حنا فريق ديال المحط عاد فريق ديال المحط ديك الناس اللي جاو تفرجوا فينا ما جاوش باش غير كانوا دايزين شافوا حنا الفريق المحط لعب تما عزمنا سبعه ديال اللعابه سبعه ديال اللعابه رسميين فريق ديال شبل العرائس ديك العام وديك العام لعبت الباراج يعني هاد الناس اللي كيديروا بحال هاد البطولات صغاره وهاد الناس الدراري صغاري وهذا بدا كيفهم يجيو لنا لاعبين المستقبل هادي اللي خصها دار ويمشيو الاحياء ويجيبوا دراري فهمتي وهاد دار لان العريش كاع عندها لاعبين ولكن ما عندهاش مسؤولين ما عندهاش مسؤولين اللي فهمتي اللي يقوم بهاد الدراري هادو كان احنا عندنا فهمتي ما كناش كنعرفوا الرئيس كان عندنا تقريبا 7 ولا 8 ديال اللي مكلفين بفريق شبل العريش الرئيس شكون هو ما نعرف يعني كلشي عندنا كيف كيف نعم اذا خصنا بالضبط تضافر جميع المجهودات ديال كل شيء وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. هنا لا هنا الرئيس فهمتي كيجي يخدم كيكونوا اخرين فهمتي فهمتي غير كي هذا تنقول لك. نعم وبالنسبه لك هذا الدوري بالاخص بالنسبه للفئات الصغرى شنو هي يمكن توجه لهم يعني رساله يمكن توجهها للامناء وبالنسبه للمدير يعني الفريق المنظم اللي هو لارا سيتي. العرس سيتي فهمتي كيرجع للفضل هاد الدوري هذا وتشد الدراري هادو هما بارك الله عليهم فهمتي كيصغى باقي صغارين وهذا تبقى الذكرى عندهم هادي ذكرى فهمتي الذكريات ديال اللي يخليوها فهمتي هاد العرس سيتي فهمتي هاد الدوري اللي داروا ديال